Hi again, ونكمل مع بعض Macmillan 1 Unit 6. Let's start. Let's start with the new words. Okay. We love the beach. Beach. Rock pool. Bucket. Crab. Starfish. Shell. Picnic basket. Hat. Turtle. Shop, shop, dash, umbrella, ice cream, sailor, beach chair. Okay, let's move to the grammar. عندنا النهاردة grammar بيتكلم عن verb to have, فعل يمتلك. يمتلك, sorry. وفعل يمتلك وهو بيكون من have and has. نقدر نعملها بحدوتة صغيرة كده لطيفة الأطفال. Have و has إخوات twins توأم. ومرة باباهم بعتهم ينزلوا يجيبوا طلبات من البيت, فنزلوا السوبر ماركت فقابلهم ناس قعدوا يضربوهم يضربوهم معرفوش يدافعوا عن نفسهم. طلع باباهم قعدوا يعيطوا, فقال لهم خلاص ما تزعلوش, اخوكم جات هينزل معاكو وهيساعدكم في اي حتة هتروحوها ومحدش هيجي يضربكم. ففعلا كل ما تنزل هاز ينزل معها جات, كل ما ينزل have ينزل معها got, عشان كده سميناهم have got and has got. First we have here, عندنا انه ال I will we will they will you بتاخد have, he she it بتاخد has. okay, وعندنا هنا هوت احنا قلنا have got, احنا قلنا بتيجي لل plural pronouns, و has got بتيجي لل singular pronouns. okay, طيب it's very simple. طب تعالوا نشوف مع بعض examples. اهو I have got a car, انا عندي عربية. We have got box, عندنا كتب كتير. okay, you have got a bike, انت عندك عجلة. فاحنا خلاص عرفنا انه have و has اخوات twins, عشان ما يتضربوش باباهم جاب لهم got اخوهم الكبير, فدايما بتنزل have got ورا على طول, و got بتنزل ورا has, has got. في النيجاتيف برضو بنقول يا اما haven't got or hasn't got. okay, في الكويشن بنسأل يا اما have or has, بس ناخد بالنا السبجكت بيجي في النص وبعدين بنحط got. has he got or have we got, ونكمل بقية الجملة عادي جدا. دايما الإجابة تبقى yes or no. it's very simple. ده ببساطة جدا كان شرح unit 6 for Macmillan 1. يا رب يكون قدرت اوصل المعلومه بشكل مبسط وسهل ليكوا. For any comments or any questions, please let me know. Don't forget to like and share my video. Thanks so much and see you soon. Bye.